السلام عليكم جميعا. كثير 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 ناس سألوني انه احنا حابين نطلع على بريطانيا او امريكا او اي بلد اجنبي، لكن مشكلتنا في اللغة، مش عارفين لو وصلنا هناك كيف بدنا ندبر امورنا، ومش عارفين اصلا قبل ما نطلع هناك كيف بدنا ننجح في امتحان اللغة اصلا، خصوصا انه جزء منه speaking يعني محادثة. قبل ما ابدأ بالموضوع لازم اعطيك اهم نقطة، نصيحة مني لكم لوجه الله، أهم نقطة في كل موضوع اللغة اللي هي الاستمرارية. أنا بعرف كثير ناس بسجل في دورة شهر، بحضر أول درسين برجعش، بعدين بقول لك بدي أتعلم الإنجليزي من اليوتيوب، بيفتح على قناة بلاقيها منزلة مثلا سلسلة 50 فيديو، بحضر أول 2 برضو بكملش، بصير يقول لك أنا بدي أتعلم من الأغاني أو من المسلسلات أو من الأفلام الأجنبية، بحضر فيلم 2 فيلمين بعدين برضو بكملش. فالموضوع بده ممارسة وبده جلد وصبر وعزيمة. لو معك فلوس خذ دورة محادثة، في كل بلد عربي في 1,000,000 مركز بيقدموا خدمة دورات المحادثة باللغة الإنجليزية، وبالعادة بتكونش غالي، يعني 40 دولار 60 دولار إشي زي هيك. ممكن تلاقي بعض المراكز أو بعض الأساتذة بعطوا هاي الدورة أونلاين، يعني حتى تطلع من البيت مش مضطر. رقم 2، ممكن تدخل على بعض مواقع المحادثة، في مواقع تدخل عليها بس عشان تحكي انجليزي مع ناس نيتيف سبيكر، يعني هو اصلا انجليزي او امريكي، او ناس زيك زيهم بدهم يحكوا بالانجليزي مع اي واحد عشان يتقووا باللغة ممارسة بس. فممكن تدخل على الموقع تلاقي واحد بريطاني مع واحد امريكي مع 3 هنود مع 7 من باكستان مع 2 من مصر، وانت وحظك. في موقع مثلا اسمه بيربلاي، هذا جربته فترة كثير حلو، بتدخل عليه التسجيل مجاني، بتعمل اكاونت، بتفوت بتلاقي قدامك غرف كثير، بتدخل على الغرفة اللي بدك اياها. Good evening، مين معي؟ انا فلان من باكستان، انا فلان من بريطانيا، انا فلان من مصر، عن ايش بتحكوا؟ عن الرياضة. تقعد تحكي معهم زي ما بدك، لما تزهق بتقول لهم طيب انا بدي اطلع يلا باي. تفوت على غرفة ثانية، احنا بنحكي في السياسة. غرفة ثالثة، احنا بنحكي عن الطب. كل ما تحكي في مواضيع أكثر كل ما صار عندك حصيلة لغوية أكبر، هذا الإشي بفيدك. في مواقع زي دولينجو برضو تتعلم فيه المحادثة، في مواقع زي بابل برضو مفيد في الأمور هاي. فإنت شوف لك واحد من هذول اللي بيعجبك أكثر أو اللي بركب على مخك أكثر، تشوفه مناسب إلك اشتغل عليه. رقم 1، لازم يكون عندك أساس. ما بصير تطلع على دولة أجنبية وانت مش عارف الماضي من المضارع من الأمر من البريزنت بارتيسيبل من الباست بارتيسيبل. فإذا كان عندك ضعف في هاي النقطة بالعربي قبل ما تبلش بكل القصة، ضيع لك شهر زمان، ارجع راجع الأساسيات تقوى فيها بعدين اتعلم الأشياء الثانية. بعض الناس بيقولوا انه لازم تشوف أفلام أجنبية بدون ما يكون مكتوب عليها الترجمة بالعربي. هاي الطريقة أنا شخصياً ما جربتها، لكن كل اللي جربوها بمدحوا فيها. في ناس بيقولوا إنه بدي أشوف فيديوهات على اليوتيوب بدون ترجمة، برضو نفس الفائدة. في ناس بتابعوا بعض القنوات اللي بيكون فيها بودكاست بالإنجليزي وبدون ما يكون ترجمة مكتوبة، برضو بيستفيدوا. في ناس بيجيبوا كتب أو جرايد أو بنزلوا كتب أو جرايد PDF من الإنترنت بتكون مكتوب بالإنجليزي، وهو بتعود إنه يقرأ بالإنجليزي بدون ما يجيب قاموس. طيب هسا أنا بدي أمارس اللغة، أمارسها كل شهر كل أسبوع كل يوم. شوية قواعد خلينا نمشي عليها كلنا. أولا حدد لنفسك وقت معين كل يوم، مثلا بدي كل يوم أمارس اللغة نص ساعة أو ساعة أو 3 ساعات حسب أوقات فراغك أنت. رقم 2، مهم جدا أنك تتعلم تعابير وجمل وأمثال مش كلمات. ما في إشي اسمه بي بوك كتاب قبل تفاحة، هذا مستوى صف أول ابتدائي. بدك تتعلم بعض الأمثال بعض الجمل بعض الأبيات الشعرية بعض الجمل الدارج الأشياء المنتشرة بين الناس، عشان لما تروح على دولة أجنبية ما توقف زي الأهبل. لو تدربت لحالك ممكن تسجل صوتك وانت بتحكي إنجليزي وبعدين ترجع تسمعه، شوف شو الكلمة اللي غلط فيها، شو الكلمة اللي نسيتها، شو الجملة اللي تأتأت فيها، شو الكلمة اللي عدتها 2 3 مرات. او بتصور حالك فيديو وانت بتحكي انجليزي ورجع اتفرج على الفيديو، او اغلبيه الناس شو بيعمل، بتكلم قبل المرايه وهو بتطلع في حاله، فبشوف وين الاخطاء اللي عنده، بشوف كيف شكله وهو بيحكي انجليزي مرتبك ولا لا. نصيحه، لا تقلق بشان قصه النطق او الاكسنت. ما في حدا بامريكا بالذات، ما في حدا امريكي اصلي. امريكا فيها 330 مليون منهم يمكن اقل من 400 الف سكان اصليين، والباقي كل واحد جاي من قاره.
فحتى الأمريكان اللي في أمريكا مش راح أقول لك ليش أنت بتتكلم بلهجة مش صحيحة زينا، ما حد راح أقول لك ليش بتقول ووتر مش وورر. هاي النظرة المتخلفة بتلاقيهاش إلا عند العرب الهبل اللي هم النوعية اللي قاتل حاله يقلد الأجانب بدون سبب مقنع. فأنت لما تروح على أمريكا راح تظل تتكلم بنفس اللهجة، راح تروح هناك راح تلاقي الصيني إله لهجة والهندي إله لهجة والمكسيكي إله لهجة، وأنت الوحيد المجبور تقلد الأمريكي بالحرف. لا، خليك على طبيعتك. فأنت مجبور تتعلم الكلام وتتعلم إنه تفهم، يعني ترسل وتستقبل، مش مجبور تقلد الفونيتكس أو الصوتيات هاي بالحرف بيرجر ووتر والهبل هذا. لا، ممكن لو إلك صاحب أو جار أو قريب أو واحد بتعرفه برضو قاعد بيقوي نفسه بالإنجليزي، تتفقوا مع بعض إنه تزوروا كل يوم ساعة، تكلموا كل يوم مكالمة فيديو، تكلموا كل يوم مكالمة عادية، احكوا بالإنجليزي عشان أنت بتتقوى وهو بتقوى، وأنت بتدله على أخطائه وهو بيدلك على أخطائه برضو. في النهاية بالتوفيق للجميع، اللي عنده أي سؤال يسأل تحت بالكومنتات، إحنا كل فترة بنعمل فيديو الرد على أسئلة المتابعين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.